السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة يا حبيب قلبي أحلى صينية كفتة بالخضار، وأسرع صينية كفتة بالخضار ممكن نعمل. طعم وريحة جنان خرافة. شايفين الخضار بتاعها دايب ازاي؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. والطعم كمان خرافة. يلا كده بس ناخد معلقة كده وندوق ونشوف طعمها عامل ازاي. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، طعم وريحة جنان. شايفين منظرها عامل ازاي؟ والكفتة متماسكة جدا ازاي، والخضار شارب من الكفتة والصوص بتاعها، حاجة كده ما شاء الله. هتاكلي الخضار قبل ما تاكلي الكفتة كمان. نقطع بس كفتاية كده مع بعض ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. هي طبعا علشان سخنة انا مش قادرة امسكها. شايفين من جوه عامل ازاي؟ مستوية جدا جدا جدا، ومتحمرة من بره حاجة كده ما شاء الله عليها، طعم وريحة خرافة. طب من غير ما نطول على بعض يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. نقول بسم الله ونروح نشوف المكونات وطريقة العمل ونشوفها خطوة بخطوة مع بعض، يلا بينا. بس طبعا قبل ما نروح نبدأ، لو انت اول مرة تشوفيني انا برنسيس المطبخ، ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد مني. يلا بينا حبايبي نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بينا بسم الله ونروح نبدأ. نقول بسم الله حبايبي. اول حاجة معانا نجهزها هي الكفتة بتاعتنا. معانا هنا حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة، نزلنا عليها ببصلايه مفرومه ناعم جدا، البصلايه زي ما هي بميتها، مش مصفيين منها الميه ولا اي حاجه، زي ما هي يا دوبك بشرناها وحطيناها. ومعانا هنا شويه من الكزبره الخضراء هنقطعها ناعم جدا، وطبعا واخدين الورق بتاعها بس مش واخدين الجذور بتاعتها، قاصين الجذور واخدين الورق وبس كده. هنتبلها بقى مع بعض. معانا هنا شويه من السبع بهارات حوالي نص معلقة صغيرة، كمان شوية من الفلفل الأسمر برضو حوالي نص معلقة صغيرة، سنة صغيرة خالص من البابريكا. وبعدين بقى نظبط الملح بتاعنا وبس كده. نعجن بقى الكفتة بتاعتنا لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها واللحمة بتاعتنا تطلع الأنسجة بتاعتها. طبعا احنا عارفين ان احنا لازم بس نعجن الكفتة بتاعتنا نديها حقها في العجن كده عشان كمان تطلع متماسكة معانا جدا وما تفكش معانا في السوا. اهي اللحمة بتاعتنا اهي، شايفين الانسجة بتاعتها بانت ازاي كده؟ خلاص خدت حقها في العجن كويس جدا. هنحطها بقى في التلاجة ترتاح بس حوالي من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما نجهز الخضار بتاعنا. ولحد اللحمه بقى بتاعتنا يا حبايبي ما ترتاحش تلاجة شويه، معانا الخضار بتاعنا اهو عباره عن بطاطس مقشره مغسوله اهي، ومعانا جزر، معانا فلفل اخضر، ومعانا طماطم. الخضار اللي تحبي تستعمليه استعمليه، يعني في اي حاجه من الحاجات دي عاوزه تشيليها دي ليكي مطلق حريه الاختيار ان انت تعملي اي حاجه. نجيب البطاطس بتاعتنا بقى ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نقطعها ترانشات رفيعه، يعني بصوا السمك ده حلو قوي قوي جدا، مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان الكفته ما بتاخدش سوا كتير، يعني ما بتاخدش قاعده كتير في الفرن، فعلشان الكفته ما تستويش والبطاطس تبقى لسه نيه فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقطع البطاطس ترانشات رفيعه علشان تستوي وتاخد نفس وقت سوا الكفته. نقطع بقى كل كميه البطاطس. طبعا لو انت بتقطعي بنفس الطريقه اللي انا بقطع بيها دي على ايدي فحاولي على قد ما تقدري ان ايدك ما تتعورش، لان احنا طبعا من اقل حاجه احنا بندخل المطبخ بس علشان نتعور ونطلع، فبنعملش حاجه اكتر من كده. خلاص اهو قطعنا البطاطس اهي، هناخدها بس كده في بوله علشان نديها شطفه كمان صغنونه. احنا طبعا غسلنا البطاطس قبل ما نستعملها، بس طبعا ده ما يمنعش ان احنا نغسلها تاني بعد ما نقشرها ونقطعها. نجيب برضو الجزرية بتاعتنا وبرضو على قد ما نقدر ان احنا نقطعها شرايح رفيعة.
زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. نشيلهم بقى. نجيب الفلفل بتاعنا ونقطعه طبعا، لو عندك فلفل الوان هيكون طبعا فايدته اعلى كمان، وهيدي الوان حلوه طبعا وشكل وطعم احلى بكتير. بس بصراحه انا مفيش الا الفلفل الاخضر، فده ما يمنعش ان انا استعمله لوحده. ونجيب الطماطم بتاعتنا نقطعها. زي ما انتوا شايفين كده قطعنا الخضار. واخر حاجة في الخضار بتاعنا بصلاية، نقطعها طرنشات صغيرة. طبعا احنا حاطين بصلاية صغيرة برضو في قلب الكفتة، وبصلاية صغيرة مع الخضار، يعني مش هنكتفي بحاجة واحدة. مش نقول مثلا ايه ان احنا حطينا في الكفتة مش هنحط في الخضار، او حطينا في الخضار مش هنحط في الكفتة. لا، ده طعم وده طعم، وده بيعمل تيست وده بيعمل تيست عالي جدا. ادي الخضار بتاعنا اهو كله جهز معانا. نجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي هندخلها الفرن، نحط فيها الشرايح البطاطس بتاعتنا. طبعا البطاطس دي ليها طريقتين اللي انت ممكن تعمليها. ممكن تقطعيها شرايح رفيعة زي ما انا عاملاها كده وتحطيها نية وتحطي عليها كل الخضار ده. وممكن كمان لو انت حبيتي ان انت تقطعيها طرنشات تخينة شوية او سميكة شوية، ممكن ان انت تديها نص قلية في الزيت وبعد كده بتحطيها في صينية الخضار بتاعي. بس طبعا انا ما بفضلش ان انا اقليها نص قلية، طبعا تعرفين الجو حر ومش ناقصة مقليات. وطبعا لو حد منكم بيعمل رجيم بيعمل دايت، فدي صحية جدا وخفيفة جدا 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 طبعا، ان هي ما فيهاش زيوت كتير ولا حاجه مقليه، كله ني في ني وبيدخل الفرن وبتطلع حاجه عظمه وبسم الله ما شاء الله. ادي الخضار بتاعنا اهو جهز في الصينيه بتاعتنا، نحطه جنب كده. وادي الكفته بتاعتنا بعد ما حطيناها في الثلاجه شويه، ناخدها بقى ونعملها صوابع. احنا مش هنعملها على سياخ ولا هنفرغها ولا اي حاجة، هنصبع كده على طول. طبعا سريعة جدا وسهلة جدا، ما خدتش مننا اي وقت ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. اهو نرش بقى الكفتة بتاعتنا على الخضار، ونعمل تاني واحدة كمان. اهي يا حبايبي، خلص بقى كل الكمية بنفس المنظر ده ونرجع لكم تاني. وادي يا حبايبي اهي صينية الكفتة خلصناها وعملناها. وطبعا هي مش هيستوي لوحدها كده، فيلا بينا نحضر صوص خفيف كده نسقيها بيه علشان تستوي وتطلع جوسي ومستوية من جوه ومن بره، وطبعا الخضار بتاعها كمان يستوي. يلا بينا نعمله مع بعض بسرعة قبل ما ندخلها الفرن. معانا هنا حبيبي اهو حوالي 3 او 4 فصوص توم على حسب حجم فص التوم. ندق بقى التوم بتاعنا. ادي حبيبي اهو التوم بتاعنا اتفرم. عاوزه تفرميه عاوزه تدقيه زي ما انا دقيته كده، لك حريه الاختيار. حط عليه معلقه من الصلصه. وطبعا يا حبايبي انتوا عارفين ان احنا محطناش اي توابل على الخضار بتاعنا، فهنحاول بقى ان احنا ايه نبهر الصوص بتاعنا ده. حطينا عليه الملح وكمان رشة من الفلفل الاسمر. هنتبله بنفس التوابل اللي احنا تبلنا بيها الكفتة بتاعتنا، وكمان رشة من السبع بهارات. طبعا الكفته بتاعتنا ولا الخضار فيه اي زيوت خالص، فهنحط بس معلقه كبيره من الزيت، اي زيت نباتي عندك. وطبعا بما اننا حاطين صلصه فهنحط رشه صغيره من السكر. نقلب بقى ده كله في قلب بعض كده.
ونخف الصوص بتاعنا بنص كوباية من المية، اهو يا حبيبي كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. نجيب بقى الصينية بتاعتنا، صينية الكفتة، ونسقيها بالخلطة اللي احنا عملناها، وبس كده ناخدها بقى يا حبايبي كده زي ما هي كده وندخلها على الفرن. هنغطيها بس طبعا عشان الخضار اللي فيها ده يستوي، هندخلها على الفرن ونرجع لكم تاني بعد السوا. وادي يا حبايب قلبي شكل صينية الكفتة بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفرن. الريحة بصراحة واو، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. والطعم كان خرافة 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 خرافة، اكيد طبعا طعمها خرافة، الطعم باين من الريحة. وكده يا حبايبي تكون خلصت وصفتنا النهاردة وخلص الفيديو معانا النهاردة. لو عجبتك الوصفة ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنونا في فيديوهات تانية كتير كتير ووصفات تانية اكتر على قناتي برنسيس المطبخ. دلوقتي اقول لكم في رعاية الله وحفظه ومع الف سلامة.